باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قراءات اليوم 24 من شهر بؤونا. شهادة القديس الأنبا موسى الأسود. تقرأ فصول اليوم 3 من شهر مسرى، وهي مرتبة على نقل جسد القديس سمعان العمودي من أنطاكية إلى القسطنطينية. إنجيل عشية. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته. مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. أقام على الصخرة رجلي وسهل خطواتي وجعل في فمي تسبيحا جديدا وسبحا لإلهنا الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. لأنه يوجد كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعل الإثم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فلم يسقط لأن أساسا كان ثابتا على الصخر.
الفخر والمجد لله دائما. إنجيل باكر. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع عنا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. حقي ورحمتي معه وباسمي يرتفع قرناه. حينئذ بالوحي تكلمت مع بنيك وقلت إني وضعت عونا على القوي. هللويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما الآباد آمين. فقال له واحد يا رب وقليل هم الذين يخلصون. فقال لهم اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون. وإذا بلغ أن يقوم رب البيت ويغلق الباب فتبتدئون بالوقوف خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا. فيجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبتدئون تقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول لكم إني لا أعرفكم من أين أنتم.
اذهبوا عني يا جميع فاعل الظلم، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا ويأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله وهو ذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين والمجد لله البولس فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة كورنثوس، بركته علينا آمين. وأنا أيضا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح، سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد وخصام ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه إذا قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم بشريين؟ فمن هو أبولس ومن هو بولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد أنا غرست وأبل السقى، لكن الله كان ينمي، إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا، آمين. الكاثوليكون فصل من الرسالة الثانية من معلمنا القديس بطرس الرسول، بركته علينا آمين. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا مكرما مساويا لنا ببر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع المسيح ربنا، كما أن كل شيء قد صار لنا بقوة لاهوته للحياة والتقوى التي أعطيت لنا مجانا بمعرفة الذي دعانا بمجده والفضيلة وبواسطة هذه الأمجاد الجليلة التي أعطيت لنا للكرامة لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من شهوة الفساد التي في العالم. ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففة، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح، لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر قد نسي تطهير خطاياه السالفة.
لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين بالأعمال الصالحة، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بغنى دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم علينا. آمين. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال إخوتنا اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولنا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب، وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل. لذلك أنا أقضي أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام والزنا والمخنوق والدم المائت، لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقسوس وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكية مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برساباس وسيلاس، متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقسوس والإخوة الذين في أنطاكية وكيليكية والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا، لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها، فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبينا برناباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح، فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا أن لا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين. إنجيل القداس. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته. من مزامير يا بينا داود النبي
بركته علينا أمين. استمع يا الله طلبتي، أصغي إلى صلاتي، على الصخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا. بسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما. وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفتا وقال لهم: من يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا؟ ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يصير لي تلميذا. فإنه من منكم يريد أن يبني برجا، أفلا يجلس أولا ويحسب النفقا، وهل عنده ما يكمله لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكملا؟ فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: إن هذا الرجل ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكملا. أو أي ملك يمضي إلى محاربة ملك آخر، أفلا يجلس أولا ويتشاور هل يقدر أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام بعيدا منه يرسل شفاعة طالبا سلما. فهكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله فلا يقدر أن يصير لي تلميذا. الملح جيد، فإن فسد الملح فبماذا يملح؟ فلا لأرض يصلح ولا لمزبلة، بل يلقى خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. والماء
الله.